محمد يوسف، وعليكم السلام ورحمة. مرحبا فريد. فريد مصطفى، وعليكم السلام ورحمة. حسان راكي، عبد الحفيظ، محمد أنيس، قتابتي، عمار علي، خليت يطلعوا شي بالخير. عز الدين وخويا زهير، وعليكم السلام ورحمة. خميسي خميسي، وعليكم السلام ورحمة خميسي. خليه يطلع برك شوية يا جماعة، اتكلوا الله. شو قرية مقران ولدم خويا رشدي، شو قرية طلعوا جماعة، ولا عنده سؤال ولا كاش حاجة غير يطلقها الليلة، ما زيدش يستنى. يروح ترقد فاتح، انت درك من البلدية للعسكر، يروح ترقد يا ربي تلتو بلا بومب، هذا اللي حصلتو فيها عليا. روح ترقد، هذا تاع العسكر، هذا خاطي لحكاية الاخر. وقلت يا جماعة خطاش من بعد اني ما نقراش لي كومونتير، اللي عنده كاش سؤال يخليه هنا درك، بالك ماركي انا نكون ما باليش بيه ولا حاجة. رياضك تروح بخيتك، ومن بعد كي تلقى لايف تجي تطلع رياض. ركز مليح صواب، غادي نشوف فيك. وليد وليد ثاني حسين بلال، بلي جماعة مرقدينا وليتو ما تسهروش. خصنا واحد برك يطلع، لازم يطلع. بوثينك هنا
كاش ما عندك سؤال خليه درك ابو ثينا، من بعد راني ما نجاوبك شح. كاش ما عندك سؤال خليه درك، راني ما زيدش نجاوبك. إذا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين. إذا خاوتنا نتحيكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حاب نخصص اللايف هذا هو نخصه للزيارات الأخيرة في هذا الأسبوع اللي كانوا جاوني جماعة هنا للدار، وكانت عندهم عدة استفسارات، ومن بينها الخرجة الميدانية هذه اللي قاعدين يدعوا ليها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، احنا كان عندنا من المفروض صوابة وقاعد يتفرج، كان عندنا موعد على كنجور، على كنجور من الخرجة الأخرى، ومن بعد الاتصال جاء قالك زيدونا أيامات. انا راح نفصل في زيدونا ايامات هذه، باللي انا مانيش صاحب القرار، المناضل هو صاحب القرار ربي يسهل عليه. نحكيو ثاني اللقاء تاع اليوم، اللقاء تاني يوم في صندوق التقاعد العسكري في الناحيه الخامسه، وش هو الشيء اللي خرجنا به، وش هو الشيء اللي خرجنا به، النتيجه اللي خرجنا بها اليوم. اذا خوتنا بدون اطاله ندخل مباشره في الموضوع. انا الاسبوع هذا كانوا جاوني مجموعة من الأصدقاء، وكاين الناس اللي نعرفهم، كاين الناس اللي ما نعرفهمش. اللي نعرفهم هاني نعرفهم هم على بالهم برواحهم قاعد نهضر معاهم درك، وكاين الناس تما يعرفوني غير في لي لايف، ولا كاين اللي يعرفني لبرا في الخرجات أنا ما نعرفوش. جاوني السمانة هذه وكثروا الاتصال، وكان وين وقات إني استقبلت حتى ثلاث مجموعات في النهار، حتى ثلاث مجموعات في النهار اللي كانوا يجيو وجاوني لهنا للضلعة، وحكينا وكسرنا فيما يخص التسوية تاع خاوتنا، وفيما يخص الخرجة الميدانية اللي قاعدين يدعوا ليها، الخرجة الميدانية اللي قاعدين يدعوا ليها اليوم. الخاوة اللي جاوا ما على بالهم برواحهم، المنسقين اللي اتصلوا بيا ما على بالهم برواحهم، الناس تاني اللي قالك حنا نساو نساو باش نلموا الشمل تاع الفئة نتاعنا ونخرجوا براي صحيح، ها ما على بالهم برواحهم ثاني. وكان ناس تاني يدعيو انهم هما اللي يلموا في الشمل ويصلحوا بين الخوا، وهما اللي شتتوا الفيكتيف تاعنا كل. هو يدعي انه قاعد يلم ويلم في الشمل، وراه هو اللي فرق على بعضها من النهار الاول، من النهار الاول هو عقبها بالفتنه حتى تفرقت الكل. حنا نقولوا الناس هذو ربي يهديهم على كل حال، باش ما ندخلوش في التفاصيل ونذكروا الاسماء تاع الناس. حنا الشيء هذا خاطينا يا خويا، انتم جيتوني بارك الله فيكم، الناس اللي جاوني واتصلوا بيا وقلت مازلنا مدايرين فيك ثقة، ولازمك انت تبقى مكمل معنا وتوقف معنا. انا نقول لهم بارك الله فيكم، كي تقول لي رانا مدايرين فيك ثقة انا نقول لكم بارك الله فيكم. ويظهر لي قلتها لكم ثم كاين نص الناس ما اللي ما نعرفهمش، قلت لكم اخوتي انتوما ديروا فيا ثقة وانا ما نقدرش ندير فيكم ثقة، وقلتها لكم في الوجه وعطيتكم الاسباب على واه باش ما نبقاوش نذكروا كلش في التليفون. قلت لكم كثر خيركم الثقه اللي درتوها فيا، وفي نفس الوقت قلت لكم اخوتي انا راني ما ثقش فيكم، والحديث قياس. بس كاين ناس راهي قاعده تجي يسخنوا في البنادر، نخرجوا الخرجه الميدان الدنيا منا وقلقان ويخبط في الطابله وهو ما يخرجش، وانا متاكد بلي ما يخرجش. وكان ناس صح، ناس اللي الخطره هذه حاب كي قال كي نخرج يخرج، وقال كي نخرج ما نعرف باش بالدم نخرج، على بالي بلي يخرج. تسمى راهو طحنا ضرب في المشكل تاع زوز اصناف ثاني، راهو عندنا زوز اصناف، عندنا صنف يسخن البنادر وعندنا صنف يخرج. عندنا ناس كي يقول لك نخرج بالموت يخرج بالموت، كان حقي وما من بيها اخويا وما نستناه حتى واحد يقصر، هذا حقي.
ولا كيما يقولوا لي معاه هذا حقه، مانيش راح نقول له موش حقك ولا ما تجريش على حقك، ولا حبس انا ولا مشينا. هو يشاورني وحنا ثاني يا جماعه مانيش دوله، انا مانيش دوله، اللي يسموني حكيم عجيله العبد الضعيف الى الله، مانيش دوله. انا عندي مسؤوليه تاع الزبنات في الدار، لقيت روحي عندي مسؤوليه تاع 90 ألف. 90 ألف هذه راهي عدد برك، باش ما نكذبوش على بعضنا ونخلعوا بعضنا. 90 ألف هذه الناس اللي قاعده تجري وتطيح وتنوض، بالك نقسموا على ثلاثه خلاص، هاي ما نقولوش حتى في النص، نقسموا على ثلاثه ونقولوا هاي الناس اللي قاعده تجري. خوتي احنا قدمنا حلول، قلنا لكم للقياده وقدمناها لكم ليكم نتوما شخصيا وسمعتوها من الفم للاذن، وقلنا لكم ها واش كان واش راح ندير. سعينا في كل مره نسعاو للخير بيننا وبين القياده، بيننا وبين القياده، ونمشي ونخسروا من دراهمنا، ونخير والراجل اللي يقول لك مديت يخرج انا يقابلني يا خويا، ولا نطلعوا حتى في اللايف، رانا نجريو من جيوبنا، نطيحوا ونوضوا من جيوبنا، نعاونوا بشي اللي قدرنا عليه رب العالمين. ما بخلنا حتى واحد، ما بخلنا حتى واحد، اللي قدرنا نعاونوه لوجه الله كله عاوناه، سواء كان صديق مشى معانا ولا مريض، عاوناه لوجه ربي. تسمى الشي اللي نقدروا عليه حنا ونوصلوا الصوت نتاعو وصلناه. بقات يا جماعة انه كاينه ناس في وسطنا كل مرة يسخو البنادر ويرقد في الدار. اوعي بحشم شوية، انا تبان لي حشمة، انا تبان لي مي يا خوتي. انا جميع من يخرج يطالب بالحقوق نتاعو والله ماني ضده، وبالعكس كي يخرج يلقاني ثم، ما يجيش يقول لي خرجني برك، ما تجيش تقول لي خرجني، ما تجيش تقول لي هجيني خرجني، تحمل المسؤولية انت وخرجني. انا قلتها لكم، قلت لك انا انت تحمل المسؤولية تخرج، والله تلقاني معك. قدمت لك حلول، الحلول هذه قدمتها للقيادة قبل ما نقول لك عليها. انا الشي اللي على قلبي في لساني، والشي اللي نهضرو درك في اللايف اعرف بلي راني نهضرو في البلايص كل، والناس راهم يعرفوني، ولجنة الحوار اللي مشات معايا والناس كامل وعيسى الناس كامل يعرفوني. انا كلمتي راني نقولها، شفت الشي اللي نقوله لك في اللايف اعرف بلي راني قلتو، هذيك امانة برك قلتو. وصلونا الانشغال، وصلنا لكم الانشغال، كان الملف هذا الملف كامل كان في غرفة مظلمة. النهار اللي خرجنا الملف على من الغرفة المظلمة هذه، انتوما ظلمتوها على ارواحكم بالتخوينات، السب، سوق الذر، كل واحد يخرج لنا من بلاصة، لي باج كامل مخترقين، الناس ولات تعيط لي انا، واحد يعيط المغاربية ويعيط لطفي توبلكان ودخلوها وخربطوها في بعضها، وواحد نحب نخرج مع الفئة الفلانية والاخر كيف كيف، ايا وخلاص كعبرتوها. ومن بعد تقولوا وين راحت القضية، وين راحت القضية؟ أنا جريت على القضية اللي نعرفها النهار الأول، أنا جريت التسوية اللي عطاتها لي القيادة النهار الأول ومازلت متمسك فيها، أنا جريت الشي اللي مدت لي القيادة ومازال متمسك فيها ونهضرها في لايف وعلى بالي واش قاعد نقول، الشي اللي مداتو القيادة حنا خدمنا عليه. بقات فيهم هما خاوتي في القيادة نتاعنا، بقات فيهم هما أنو هما خدموا عكس الشي اللي تفاهمنا عليه. حنا ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول الا البلاغ. حنا عاودنا حتى دخلنا عندهم وقلنا لهم جماعه مش هذا الاتفاق يا جماعه، اراكم حصلتونا مع الناس. الاتفاق اللي كنا متفقين عليه يوم 23 جوان ولا من قبل، الناس يبالك عرفت الحوار درك وعرفت القضيه درك، حنا رانا من 2008 وحنا نتبعوا في القضيه هذه، او دينا لا روترات نتاع النضال نتاعنا، وما ناش نزيدوا على النضال حتى لا واحد. النضال هذا حنا كيعرفناه نص، مش نص ختمه 90 ألف، 89.99% ما يعرفش القضية وما على بالوش بها بكل، كي كنا حنا نتبعو فيها. ومن بعد خرجت العكس، ولا الرقم هذا كامل يتفلسف في القضية ويشرح، وكل يوم يدير لايف، وكل يوم يخرج واحد يخر زي ومدو هك ومدو هك ومدو هك وما لا مدو لا هك لا هك. القضية نتاعنا خاوتي باش نكونوا كلارينات واضحين، قلنا احنا قدمنا حلول القيادة وعطيناهم طريقة اللي سيروا بها الملف هذا ويمشي بطريقة سلسة وطريقة حسنة اللي تخرج بالملف كامل لبر الأمان.
كما عرضناها الألوية، كما عرضناها المفتش العام تاع صندوق التقاعد العسكري، كما عرضناها في ليكاس. هذا الشيء تسمى خدمنا ليه باش يبقى الملف كالم، يمشي بوتيرة حسنة وكالم في نفس الوقت، يبقى الملف يمشي بطريقة عادية جدا. لكن يا جماعة حنا كي نصطدموا بمشكل، مالاش حنا اللي افتقناه، حنا ما افتقلوش المشاكل، انتوما اللي ديروا المشاكل، حنا جامي افتقلنا مشكل. حنا كي تصرى مشكل اذا كان هذا مشكل كبير وما عندوش حل، تقولوا داروه جماعة تاع لجنة الحوار، واذا كان نجاح اللي درناه حنا تروحوا تنسبوه لسيادكم كي الكلاب، حاشا الرجال اللي قاعده تسمع، تروحوا تنسبوه لسيادكم ام دارونا ام دارونا. حنا النجاحات اللي قدمناها حنا والشي اللي تعبنا عليه حنا هو يعلم ربي سبحانه، الشي اللي درناه حنا وصلناكم ليه ما تقروش به، تروحوا تنسبوه لسيادكم. وكي تجيكم انتكاسه وما تلقاوش منين تخرجوا تعاودوا ترجعوا عندنا وتعاودوا ترجعوا عندي، عشينا كيفاش نديرو يا اخي. انت كنت راجل وكنت تسوق وكنت تقول ندير وندير ونهار كامل تتحل في فمك، وكي كنت نقول لك انا ارواح ها واش كان واش كان واش كاين كنت تقول لي لا. الناس اللي مشاو معانا ويعرفوا العقليه ومال فين يمشيو معانا، راني مانيش مرجله من الكلام هذا، الكلام هذا يعني كاين ناس قاعده تسمع فيه ولا بالها مروح. انا قلت ما نذكرش بالاسم باش ما نطيحش في النيفو نتاعهم برك. كاين ناس كانت هما يفرقوا في القضيه لاغراض ولاسباب شخصيه، يغرق فرق فيها طف طف طف. ما نحكيوش على الناس اللي برا، نحكيو على الناس اللي منا وفينا بعد، يفرقوا في القضيه ويربحوا في الولاء ويربحوا في الوجوه. كاين اللي يحب يربح بها اطراف منا، كاين اللي يحب يربح بها اطراف من كل واحد والغايه نتاعو، واللي راجل راجل واللي نذل نذل. هذه تسمى معروفه ما نزيدوش نهضروا فيها، ما ندعوش الرجل على الناس ولكن نعرف روحنا واش نسوا، والناس اللي مشاو معنا ما يعرفوها. فرقتوها ومن بعد جيتو كي حصلتو فيها قلتو ها نروحو للحجيله والجماعه يلموها، تسمى نلم لك خماجك انا اللي تيشتو نعاود نلموك. إن القضية إذا درت فيها حاجة ولا حطيت يدي في حاجة أو نحطها على وجه المناضلين الشرفاء والناس اللي مشاو معانا وتعبوا وخسروا وناضوا وخلاو ولادهم وخلاو ديارهم والريسك تاع الطريق وليزاكسيدون والومبانات والدنيا، هذوك الناس أنا ما نستغناوش عليهم. إذا استغنينا عليهم نوليو حنا ماناش تعاهد وماناش رجالة. حنا في الجيش بعد كي دخلنا تعلمنا أنه حنا ما نستغناوش على بعضنا وما نستغناوش على الرجالة، ولكن كاين انذال كيفوتو نفوت. وانا حنا الرجال اللي جاونا وكبروا بينا رانا منا منهم كيما هما كيما حنا، وعلى وجوههم اليوم على وجوه الرجال هادو رحت لوبيتال ميليتار وكاين اللي تلاقيتهم مش طوبين او مطارف بالك كما يسمعوا فيه وزوز مسطيح. رحت سقسيت على الخبره، سؤال جواب يا جماعه باش ما ندخلوش في التفاصيل بزاف وما تبقاوش تخرطوا وديروا لنا امور تاع الذر. سؤال جواب، انا دخلت حتى للمكتب الخبره الطبيه وسقسيت الطبيب شخصيا، قلت له حضرات من فضلك جاوبني السؤال هذا. وكان واحد الاخ وكان تما دوك هو قادر يخرج يدير لايف يقول لكم كاينه منه. قلت له بالنسبه ليكم انتوما قاعدين تخدموا بالامراض المنسوبه والامراض الغير منسوبه، والا قاعدين تخدموا بالملف الطبي العسكري ولا مدني؟ قلت له جاوبني برك. قال لي احنا اولا نخدموا بليكود. قلت له الملف المدني ما محله من الاعراب، هنا عندكم نتوما الملف المدني ما محله من الاعراب. انا جاوبني بصح جاوبني بتحفظ، جاوبني بتحفظ. قال لي صدقني يا، قال لي مادام كونفوكاوكم وجيتو لهنا نقولوا فيها خير. قلت له لا جاوبني. قال له ما نقدر في هذه باش نفوتوا النقطه هذه، نروحوا النقطة واحده اخرى. هذا في لوبيتال، من لوبيتال ميليتير مباشره اتجهت لصندوق التقاعد العسكري، تلاقيت مع رئيس المصلحه وقعدنا تقريب ساعه انا وياه على الملف كامل في الناحيه الخامسه.
ملف كامل في الناحية الخامسة. أولا هضرنا على التبليغات، مشكلة التبليغات الناس ما همش قاعدين يبلغوا فيهم، إذا نحنا مادام ما كانش واحد بلغوه باريكري باريكري، فهموا مليح، مادام ما كانش واحد تبلغ باريكري باللي تقصى، قلنا بالنسبة لنا احنا مازال ما نقدروش نقيموا حجة على الإقصاءات. قلت له علاه ما كنتش قاعدين تبلغوا باريكري؟ قال احنا التعليمات تجينا باريكري، كي يكتبوا لي باش نبلغ من القيادة نبدا نبلغ، مادام ما كتبوا ليش قالوا لي بلغ الناس ما نقدر نبلغ حتى واحد. لا نقول له لا ديت لا ما ديتش، لا ديت لا ما ديتش. للأمانة كاين ناس، كاين ناس نعرفوهم مرضى عاونوهم وداو، تسمى كيما نقولوا هادشي هذا، الناس المرضى هذو اللي وجه الله نورمالمون ما نهضروش فيه الموضوع هذا، وقدامي البيفيات والداوة. كاين ناس دي زونسيا اللي شفتهم انا، واحد ربع من الفات دي زونسيا حتى الكلاس 98 99 96 92 ملف مدني والداو، تسمى شفتو انا باين. يا يبقى هذه الامور الاخرى ما كانش عليها جواب، لاحظوا راه التبليغات نتاعكم كيفاش راح يكونوا. قال كان كي يكتبوا لي يقولوا لي بلغ نبلغ. اولا يا جماعه احنا المشكل تاعنا هنا باش تكونوا على بالكم راهو دركا ولا في لاسونتي، قلت لكم هذاك العام المشكل تاعنا الاول رقم واحد راهو في لاسونتي. لاسونتي اللي رحت انا اليوم قلت بالك نجيب جواب، نجيب جواب مقنع، لقيتو فيها تحف. اذا يا جماعه تاعنا احنا الهدف تاعنا اليوم او واضح، المشكل تاعنا في لاسونتي واحد. المشكل الثاني تاعنا احنا ثاني بار اكزومبل في 5 خادم 30000 ملف مجدها وخادمها خدمه منظمه وبعثها لدال ابراهيم. كي بعثها لدال ابراهيم، دال ابراهيم الى كثرت وكثرت ريبونديلو بلف، هذا بعد شهر ولا شهر ونص ريبونديلو بلف بلف، هذه كي يفرقوها على الولايات بالك ما طيحش 1000 ولا 800 ساعات 700، ما طيحش 15 واحد في الولايه وصدي بو يدي ولا ما يديش. تسمى هذا بالنسبه للتبليغات. كل خطره هنا نطلعوا لدار ابراهيم يقول لك حنا نسيروا في العمليه ورانا نبعثوا. يا خويا ما شفنا والو من دار ابراهيم، والله ما شفنا شيء. المشكل كامل اليوم انا اللي عرفته راه كلش في دار ابراهيم يا جماعه، المشكل نتاعنا كامل بالنسبه للتبليغات، والا بالنسبه للخوتنا باش تهبط ليكسبرتيز نتاعو كيما يقولوا الخبره الطبيه الكونفيرماسيون كلش حابس في دال ابراهيم. دال ابراهيم هذه اللي كل مره حنا نبعثوا لها ما كانش ما كانش ما كانش، وحنا مؤخرا المفتش لها عطانا وعد بلي العمليه قاعده تمشي وراح تكون بوتيره سريعه. اذا المشكل ثم في دال ابراهيم اللي بيريو لنا الحاله. انا مانيش دوله، انا كل يوم مستقبل في الناس، انا لي بيريو الناس، اطلقوا الناس خلي تروح اخويا الخبره وربي سهل. انا مانيش دوله، انا كل يوم مستقبل في الناس، ما عنديش مكتب رسمي انا في داري هنا ولا عندي هيئه رسميه قاعد نمشي بها وكل يوم مستقبل في الناس انا هنا، والدوله تتبع فينا والناس تتبع فينا وحنا ورايحين بها. حنا ثاني حشمنا سكتنا سكتنا بزاف، طرو طرو طرو. المشكل هذا في دال ابراهيم لازم يتحل، دال ابراهيم لازم تبعث لي كونفورماسيون. كانت قادرة تنسق مع النواحي بطريقة بسيطة جدا، وهذه تسمى تدخل في الامور تاع الانفورماتيكا ما يعرفوها الناس وتتفك الناس ونورمال وما كان حتى مشكل. ولا احنا نبقاو كل خطرة نطلعوا احنا من دال ابراهيم نطلع للسانكيام، يولي انسان يجي يخرج من دارو باش يديبلاسي 700 كيلومتر ويخلي زوج ملايين في الطريق. هاو نبقاو حنا نخدمو على القضية هذه، نبقاو حنا نقابلو في الناس بالطريقة هذه، ونبقاو حنا طالعين هابطين للجزائر. تمشي منا للجزائر 1000 كيلومتر تلهق على الاخر يقولك ما عندي والو، ولا نجيك انا ما زيدش نجيك انا، ربي سهل عليك خدم خدمتك، انا ما نقدرش نقابل، مبقاش انا نقابل. انا عطيتني وعود، عطيتني وعود، لهقت وين الوعود نتاعك انت اللي ما وفيتش بها؟ تهمل المسؤولية تاعك، تهمل المسؤولية. انا ما نزيدش نتهمل المسؤولية، انا صح قلت صح وقفت مع الرجال مديت وجهي، ولكن انا
ما نبقاش انا مد وجهي والخدمه ماهيش ماشيه، خدمه مش ماشيه مش ماشيه، خدمه ماهيش ماشيه ماهيش ماشيه. دي صراحه راحه ديال ابراهيم بلوك يا كلش، وحنا مانا خالصين عليها، ما عطيتونا عليها امتيازات، ما راح تدخلوها لنا مستقبلا في لابي. قلنا لكم النهار الاول راكم كشغل كرمتونا بكرافات ومن بعد شنقتونا بها، ما تصلحش. لي بيري الناس اذا راح تخدم، عندك ميكانيزمات، عندك كلش، عندك الامكانيات كامله باش تخدم، يخدم لي بيري الناس. علاه هو يخرج الشارع انت تقول له ايادي خارجيه؟ علاه هو يخرج تقول له ايادي خارجيه؟ علاه تستناه حتى يخرج ويهزوا له اللايف تاعو يحطوه في المغاربيه؟ علاه؟ اعطيها اخويا. اذا كان ناس قاعده تبالونسي بالدوسي هذا وي قولوا لنا، قال كاين ناس قاعده تبالونسي بالدوسي هذا، هاو الناس تبقى طالعه هابطه طالعه هابطه طالعه هابطه بزاف. يا انا ثاني بزاف عليا، انا مانيش خالص عليا، انا نبقى نطلع ونهبط ويزيد. اون فاني قلت انا نهضر مع الرجاله ونهضر مع الناس اللي نعرفهم يعرفوني هما فين يخرجوا معايا ونخرج معاهم. من كاين واحد السن فراني يكون نلقى ما يحطها في اللايف يخرج ما يتبعنيش خلاص، باش نبقى انا ماكش مخلصني انا، لا انت لا غيرك. ونتهدى اي واحد، نتهدى اي واحد يجي يقول لك انا درت ولا مديت ولا. انسان يكون صريح مع نفسه. حنا لحقنا وين؟ ضرب قلنا لكم يا جماعه هاو البرنامج اللي قدمناه وهاو الشيء اللي مديناه وهاو الشيء اللي مديتو القياده. خلاص تحت السنه ما تبقاوش كل مره طاطا تصوتي من بلاصه لبلاصه. احبس وين حبست؟ علاه هي حابسه وانت تجري؟ حبس وين حبست؟ واحد ما يخلص في واحد يا جماعه. وانا راني ثاني بزاف، راني ما نزيدش كان امور، سمحوا لي يا جماعه او طر، وانا ثاني عندي مشاكل خاصه، عندي مشاكل خاصه جدا ثاني، نمر بظروف يعني اللي ما ربي سبحان بزيد، ومش كل مره عجيله وتجي ومنا وكذا وتكثر علينا الحس والدوله تتبع فينا والناس تتبع فينا وحنا ما نعرفوش كاين بعد. خليونا نقعدوا نستابيليزيو الحاله، حبيتوا وين تروحوا بها راحوا بها على روحكم. يستناوك يخرجوا الحاجه اللي مش مليحه فيك ومن بعد يقول لك قدرت. قلت نو اخوتي، حنا ثاني رانا ضغط، ضغط وضغط كبير ثاني، حنا رانا ضغط من نواحي كامل. واش هو حنا قاعدين نمشي ونسيروا في الامور، حنا في يدينا وبخلناكم. واحد يقول لك صحابك، ما تجيش تقول لي صحابك ولا فلان، انت كهضره عيط له في التليفون قول له فلان انت له ما درتش هيك، فلان انا ما جيتش ولا ما زدتش عليا التليفون، برك كلمتين نضاف. تقول له شبيه صاحبك، انا صاحبي مانيش راح نحاسب صاحبي على التصرفات نتاعو، واذا صاحبك دا ولا ما داش سؤال ما تروحوش عيط له ديريكت قول له فلان ديت عطاوك هضرها له ليه، تهضرها ليش ليا انا. خوتي قلنا الناس اللي قاعده تحكي التبليغات لحد الساعه ما كانش، لازمهم تجي من دالي ابراهيم يقول له بلغ سيبلغ يبلغك، ما تجيش تعليمات والله ما يبلغك. المشكل الثاني تاعنا بالنسبه لي كونفوكاسيون ولا كيما يقولوا لي كونفيرماسيون تاع خوتنا مزوزه كتبها فيا ولا بالك بشي هذا مليح، لي كونفيرماسيون دالي ابراهيم باش تكون الامور واضحه مليح. دال ابراهيم طريقه العمل والا الحلول اللي قدمناها قاعدين ننتظروا فيها. احنا ممكن نديروا معاكم الجيست الاخره الاخره، واللي يحب يحج يحج واللي يحب يعوق يعوق، ربي سهل عليه، كل واحد راه حر. هذه راح نديروها ثاني على وجه الرجاله. احنا الشيء اللي قدمناه كحلول كحلول للقياده، وثاني قدمته أنا شخصيا وكأمانة للمسؤول سامي اللي راهو في رئاسة الجمهورية، وعدني أنه يبلغ الانشغال تاعنا
هو لحد الساعة راه مازال حاكم في الكلمة تاعو، ولكن هو ثاني مازال ما رجعولوش. اني قلت لك ممكن ولوجه الله، ثم الرجال اذا وفقنا رب العالمين نروح السمانة هذه ان شاء الله، وش كاين وش ما كانش راح نبلغكم. وراكم شوف الشي اللي درتوه كون راني معكم، ما تديروش حاجة اللي غدوة ان شاء الله تندموا عليها عمرك. ما تديروش الحاجة اللي تندموا عليها. دعيتوا الخرجة، دعيتونا قدام خطر الخرجة وخنتونا، ودعيناكم شحال من مرة الخرجة، وكاين اللي خانونا. انا كنت حاشا رجال، حاشا الناس اللي نعرفهم يعرفونا، هذوك تسمى الموضوع راهم فرغوا منه. خوتي الكلام هو واضح، ديتو الخرجة، ديتو لم الشمل، واش ديتو؟ راني هنا. واش ديتو؟ راني هنا. الشي اللي درتوه كامل كي ديروه بصدق راكم تلقاو الصدق. قلت لكم بقاتلة السمانة هذه ان شاء الله راح ندير اتصالات في خلال اليومين هذوا، واش كاين راح نخرج ونبلغ فيه لايف. انا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون الخير، مع انه حنا دركا تلمو تسمى تعبونا بزاف، ولينا ما نقدروش نجزم تعبونا هنا بيت، تعبونا حتى في ريصالنا بيت، طلع هبط روح ارواح، طلع هبط الناس متقي. انا واحد لو كان يمشي، واحد غير يمشي 20 كيلو يلحقني لهنا يطبطب الباب ندخل للطار، ما نقدرش نخليه لبرا يستنى. هذه تسمى تولي الاخلاق نتاعنا والشخصيه نتاعنا. رانا نمشي وحنا ساعات 1000 كيلومتر ونرجعو بألف وما كاين والو، نروحو بألف ونجيو بألف وما كاين والو، ومن جيوبنا وكل شو خاسرين وطايعين ونايضين والريسك وكل شي في بعضها. ومن بعد يجي واحد أكرمكم الله خامج في فيسبوك يبعث لك ميساج تاع سبان، ولا في 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 تعليق ولا حاجة كيما هاك، تلقى بلي مش راح نقول خاوتي خليها على الله. المهم الكلام هو واضح، حنا الشي اللي كاين انا راني هنا. ما تجيش تقول لي صحابك، وما تجيش تعيط لي تقول لي فلان وفلان وما يهزش عليا، ولا مطفي التليفون، ولا مريق روح وجبد، ولا فلان دار. خويا عندك الرقم نتاعو عيط لي، عيط لي ليا. واش قلت لي؟ قلت لك انا هنا. ما تجيش تعيط لي ولا تقول لي هيك جيتو كثر خيركم، عيطتو كثر خيركم. انا قلت لكم ندير معاكم الواجب الاخر مره، وراني في الوعد نتاعي. درت معكم الواجب، قدمت الانشغال، نستنى في فرد في الجواب من الطرفين ان شاء الله يكون جواب مقنع. هاني نقول لكم ها واش ثاني، صدقوني بامانه كيما راني نهضر معكم، ها واش كان واش ما كانش. ما كانش تفضل، الشي اللي درت راني معاك. هو انا نتحمل مسؤوليه تاع دوله؟ تهمش مسؤولية الدولة أنا مقدرش، نقدر تهملها بالحقيقة بالواقع بالشي اللي كاين، مقدرش تهملها مسؤولية الدولة. كي يكون حاجة كاينة كي نقول كاين كاين، ما كانش ما كانش. النواحي الساعة هذه يا جماعة كيما الناحية الخامسة، الأمور ماشية، الخدمة مخدومة كيما تحطت، مبعوث على دار إبراهيم يستناو، ما كاين والو من الفوق. عندنا دوسي تاع صاحبنا، دوسي تاع صاحبنا كونسير مات، تاع صاحبي ربي يرحمه، هو مات في دار الحق، هو دار عليه العام اللي مات، وفايت العام واش ملي دار ليكسبرتيز وما خلصوش، ما خلصتوش. كل خطرة في دال ابراهيم استنى نعيطو يعيطو ما كانش يريبون، نروح له انا يقول لي ايه روح دوك نفصلوا فيه الشهر هذا الشهر الجاي ماكسيموم، عاودوا يروحوا للعائله. وبما انه الملف تاعو سهل ونهايه عقد، تسمى ما عندوش كونفرماسيون تاع التاديب، لانه التاديب يروح للمحكمه ويروح لمكتب التجنيد، ونهايه العقد اسهل حاجه. كانوا يبداو من الساهل ويروحوا للصعيب. لو كان جات يعني جار يعني كان نيه صح في الخدمه باش تمشي، دوك نهايه العقد مكملوهم، لانهم اسهل اسهل ما اسهل ما يكون هما نهايه العقد، دوك مكملوهم وخلاص. وراهم مشاو في الشطر الكبير في التأديبي. إذا خوتنا بدون إطالة، الكلام واضح وكل شيء واضح.
وشي اللي داروا ربي كل مرحبا به. حنا خاوتنا لحقنا وين لومتو علينا لومنا عليكم، حتى التومة فيكم لوم كبير، فيكم لوم يعني واش راح نقول لكم. نبقاو خاوة ومحسوبين على بعضانا، وكان امور اللي قيسكم قاسني ولا اللي قاسني قاسكم. مي خاوتي راي كاينه، حتى نتوما راكم شوف صدقوني نورمالمون حنا اللي نلومو عليكم، حنا اللي نجيو نبوكم بعد بالواحد. ما لا غالب هكذا الامور تمشي، ما كاين وقت ما نقدرش نتحمل فوق جهدي انا، وما نقدرش نتحمل فوق الطاقه تاعي. حتى انا عندي الماكسيموم، نلحق الماكسيموم خلاص، وانا كي نلحق الماكسيموم ما كمل بالكم. نقدروا نسيروا الامور حسب الاوضاع، ونقدروا نقدروا نقدروا، بصح كي يلحق الموس العظم قال اخوتي لا غالب، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. حنا الشيء اللي درناه هاو درناه، الشيء اللي ما قدرناش نديروه كل قلنا لكم عليه، ومش ما قدرناش تحمل المسؤوليه تاعو. يعني بكل صراحه القياده اللي قاعده تخدم الملف هذا هما اللي تحمل المسؤوليه تاعو، تحملوه عند الله عز وجل، ثم يتحملوه عند البشر. لانه كي تقول عسكري سابق عامل في العشريه السوداء اثنين حائل الطوار، اي ماهيش حاجه سهله شبا. وهذه تسمى الهضره تاعي نوجه فيها الناس القياده اللي على بالهم واش قاعد نهضر بعد، والله ما هي حاجه سهله. الناس هي تعبت يا جماعه، الناس تعبت، وناس خدمت في وقت ارهاب، وناس خدمت تاني قلت كيما الناس هزت الكعبه تاع الدراهم وهربت، الناس هزت ساكودو راحت للجبل حاربت الارهاب. ماهيش كيف كيف يا جماعه، اي ماهيش كيف كيف. الناس هذو راهم تعبوا، مدوا 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 زهرة الشباب صح. وكون الجيل هذا تعذركم علاش نصغروا في الجيل هذا، ولكن الجيل نتاعنا خدم وتعب، تعب صح على البلاد، وماذا به ينال. سبحان الله العظيم، انتوما ملف تاع البطالة ما فهمتش انا، الزملاين واش طويتوها في ظرف شهرين، وتسعين الف دروكا ربع سنين ما قدرتوش تطويو الملف هذا، 90 ألف ما قدرتوش تطويوها. إذا كان ناس قاعدة تخدم بالملف هذا في كل مرة تحل وتخلق به فوضى، وناس منه وناس من ومن بعد يحملوا المسؤولية تاع أشخاص ويجيبوا دخلوا الحبس ولا ديروا متابعات قضائية وخلي الملف محلول، ما تصلحش هكا والله ما تصلح. ومالاش راه نروحوا الحلول خلاص، ويبقى 100 ألف سنة يموت عمار يجي يطيب وهي رايحة، واللي خليها خليها الولد، وواحد يخليها لخوه وهي رايحة. لازم حل يا جماعة، لازم حل، لازم حل نهائي للملف هذا. كل نهار الأول خرجتو الناس قلتو هاو اللي يسال واللي ما يسالش، السلام عليكم. واحد ما يبقى يجري إلا اليوم. نتوما حليتوها هاك نتا، هاي الملف، هاي الحالات، هاي طاطا، ومن بعد تحملونا حنا كأشخاص المسؤولية. ما نقدروش حنا نتحملو مسؤولية، ما نقدروش نتحملو مسؤولية يعني، نقدروا نتحملو مسؤولية نقدروا عليها حنا كي تعطيو الحقيقة للناس حنا نمدوها للناس. أما باش نبقاو حنا اطلع هابط اطلع هابط تحملني مسؤولية أكثر مني، لا تحملهاش أنا، ربي سهل. أنا الشيء اللي كان اللي قلته، والناس اللي تعرفني تسمع فيا، والقيادة تسمع فيا، والجهات الأمنية تسمع فيا، وكلامي والتصريحات نتاعي مسؤول عليهم أنا، وديما نقول أنا مسؤول على كلامي. القيادة اللي مدت الشيء هذا هي اللي دير حل، هي اللي دير حل، اللي مد شي هذا هو اللي يدير الحل. حنا وصلناه فقط نقطة رجع سطر، وصلناه بكل أمانة، ووصلناه كما قادنا أطابل وصلناه. هنا تحديد المسؤوليات، كل واحد يتحمل مسؤوليته وربي يسهل عليه. أنا الشي اللي تسألوني أنا قلت لكم وبلغتكم، وين يكون جديد نبلغكم، هذه هي. ومانيش قاعد نقول بلي الناس اللي جاوني كل مرحبا واللي راح يجي مرحبا ثانيه، بابي وديما محلول نقولها لكم، حتى اللي راح يجي مرحبا. انا لا نقول لك لا هك لا هك، الشي تاع الكلام اللي قلته هو واضح. اليومين هذا نهضر، اليومين هذا نهضر. السلام عليكم.